فالإيمان يتكون من هذه الثلاثة: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فليس الإيمان بالقلب فقط كما تقوله الأشاعرة، أو اللي يقولون إن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب، أو المعرفة، مجرد المعرفة كما تقوله الجهمية، مجرد المعرفة بالقلب. وعلى هذا يكون فرعون مؤمنا، لأنه يعترف بقلبه بما جاء به موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. ففرعون معترف بهذا بقلبه، لكنه أنكره بلسانه باب الكبر والبقاء على ملكه، يريد البقاء على ملكه، واستكبر عن ما جاء به موسى عليه السلام. وكذلك المشركون يعترفون بقلوبهم أن محمد رسول الله وأنه على حق. قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم لا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن حملهم على مخالفته الجحود والكبر والاستكبار عن الحق والعصبية للباطل، كما حمل أبا طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، اعترف بأن الرسول على حق: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فلما لم يتبعه صار من أهل النار، لما مات على ملة عبد المطلب صار من أهل النار، وهو يعترف أنه حق. وقال له: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. ما منعه من اتباع محمد إلا الحمية لدين قومه: لولا الملامة أو حذار مسبة لآبائه وأجداده، فمنعته الحمية والعياذ بالله، حمية الجاهلية، فمات على الكفر وهو يعرف أن محمدا على حق، يعتقد هذا. فعلى مذهب الأشاعرة، على مذهب الأشاعرة يكون مؤمنا. وليس الإيمان هو القول باللسان فقط بدون اعتقاد القلب كما تقوله الكرامية، لأنه على هذا القول يكون المنافقون مؤمنين، لأنهم يعترفون بألسنتهم ولكنهم ينكرون في قلوبهم. وقد حكم الله عليهم أنهم في الدرك الأسفل من النار تحت المشركين. ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقول، تلفظ، يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني بقلوبهم تلفظون بألسنتهم، وفي الآية الأخرى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ومجرد القول ما يكفي، بل إن الله قال عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة سترة وصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، آمنوا بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم. فالنطق باللسان لا يكفي، ولو اعترف الإنسان، حتى لو قاتل وجاهد مع المسلمين، لو صلى وصام، ما يكفي هذا حتى يعتقد بقلبه ما نطق به لسانه. وكذلك ليس الإيمان كما تقوله المرجئة الفقهاء: الإيمان هو قول
باللسان واعتقاد بالقلب، لأنه لو كان كذلك لما صار للأوامر والنواهي فائدة. يكفي أن الإنسان يعتقد بقلبه وينطق بلسانه لو ما صلى ولو ما صام ولو ما، وهذا مذهب باطل إلى شك، يعطل الأعمال كلها. ويكفي منه أنه يعترف بلسانه ويعتقد بقلبه، هذا لا يكفي. الله جل وعلا قرن العمل بالإيمان في كثير من الآيات، آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين لم يقل آمنوا فقط وعملوا الصالحات، لابد من الاثنين معا، لا يكفي واحد، لا يكفي العمل بدون إيمان ولا يكفي الإيمان بدون عمل، لابد من الاثنين، الإيمان والعمل الصالح قرينان. هذا في كثير من الآيات. وأما كونه يزيد بالطاعة فهذا كما ومما يدل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فلا إله إلا الله هذا قول باللسان، والحياء شعبة من الإيمان هذا من أعمال القلب، وإماطة الأذى عن الطريق هذا من أعمال الجوارح. دل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. وأما أنه يزيد بالطاعة هذا صريح في القرآن، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فجعل الصلاة والإنفاق من الإيمان، وهذه أعمال جوارح، هذه أعمال جوارح، وذكر الله هذا قول باللسان، وزادتهم إيمانا دليل على أن الإيمان يزيد. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. قال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، دل على أن الإيمان يزيد بالطاعات ويقوى بالطاعات وينقص بالمعاصي، بدليل حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. دل على أن الإيمان يضعف، فالذي لا ينكر المنكر لا بيده ولا بلسانه هذا ضعيف الإيمان، والذي لا ينكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه هذا ليس فيه إيمان أصلا، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا دليل على نقص الإيمان. وفي الحديث إن الله يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، هذا دليل على أن الإيمان يضعف ويكون بقدر وزن حبة الخردل أو أدنى من ذلك. وفي قوله تعالى هم يومئذ للكفر أقرب منهم للإيمان، دليل على أن الإيمان يضعف حتى يصل إلى أن يقرب صاحبه من الكفر. هم يومئذ أقرب للكفر، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، أقرب إلى الكفر من الإيمان. فدل على أن الإيمان يضعف حتى يقرب صاحبه من الكفر، هذا دليل على نقص الإيمان.
المرجئة يقولون لا، ما يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان بالقلب وهو شيء واحد، والناس لا يتفاضلون في الإيمان، فإيمان أبي بكر مثل إيمان أضعف الناس إيمانا، مثل إيمان أفسق الناس، وهذا كلام باطل. الإيمان يتفاضل، بعض المؤمنين أقوى إيمانا من الآخر، هذا مؤمن قوي، قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قوة في الإيمان وقوة في البدن، قوة في الإيمان وقوة في البدن وقوة في الفعل. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فالإيمان يزيد وينقص بلا شك، فالمعاصي تنقص الإيمان والطاعات تزيد في الإيمان. نعم.